مسهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة اللي راح أتكلم فيها عن هل يفعلها الفيصلي ويخطف أول ثلاث نقاط من الأهلي. مسهم حيهم. يا مرحبا مليون اخواني وحبايبي وتاج راسي، دائما ابتسامتي تكون مختلفه لما اتكلم عن الاهلي رغم اني هلالي. الجمهور اللي قدرني، الجمهور اللي احترمني، الجمهور اللي حبني، وانا ما املك الا اني اباد لهذه المحبه. واوعدكم دائما باذن الله تعالى، خاصه انتم يا الاهلاويه، مع الحب والتقدير والاحترام للجميع، اني افاجئكم بشغلات ان شاء الله احسن واحلى من اللي تتوقعونه، واكون منصف لكم وللجميع باذن الله تعالى. لكن شعور، هذا شعور ما اقدر الا اني ابتسم لما اتكلم عن الاهلي. بتكلم عن مباراه الاهلي والفيصلي، عن كل صغيره وكبيره في المباراه، بعرض لكم فيديوهات، بتكلم عن التشكيله، بتكلم عن السيناريو المتوقع، الاجانب، كل صغيره وكبيره بتكلم عنها في هذه الحلقه. وبحط لكم تسجيلين صوتيات في هذه الحلقة، مش تسجيل صوتي واحد. ليش؟ والله عاد كيفي برنامجي أول شيء، بعدين هذا الأهلي يعني حق لما لا يحق الغيره، معايا أنا يعني، كون إنه حابيني لهالدرجة الله يسعدهم وأنا أبادلهم هذا الحب. خلي ندخل جامد ونحط أول تسجيل صوتي، وأثناء الحلقة بإذن الله تعالى بحط التسجيل الصوتي الثاني. نسمع. صباح الخير أخوي طارق، الله يسعدك يا شيخ ويوفقك، قول آمين. آمين. أسعدتنا ودائما تسعدنا ودائما يعني بصراحة 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 ما أنت مقصر مع المجانين، الله يسعدك. فوالله كل فيديوهاتك تفتح النفس وكلامك يفتح النفس، وأنت طيب وأنت أصيل وأنت على الرأس والعين. تحياتي لك أخوك، تحياتي لك أبو رياض من الشرقية، المملكة العربية السعودية، أهلاوي مجنون الراقي. ونعم مليون بالأهلاوي المجنون الراقي اللي من الشرقية. عاد الشرقية حبي، غرامي، عشقي، عشت فيها، عشت في الجبيل من عمري هناك، وخالطت أهلها ويعني حبايبي وتاج راسي، ايش بقول عنكم. لا وفوق هذا أهلاوي، الله يسعدك يا شيخ والله، يعطيك ألف صحة وعافية. نبدأ الحلقة ونتكلم ونسولف وناخذ ونعطي بإذن الله. كده كده يا أهلي، يا حتى مني، يا كل حاجة حلوة فيها كده. بإذن الله بإذن الله، أمنية شخصية، أتمنى يا رب العالمين فوز الأهلي في المباراة، مع الحب والتقدير والاحترام للفيصلي. إذا فاز أكيد راح أقول له مبروك وراح أهني وراح أسوي له حلقة إذا فاز بإذن الله تعالى، لكن كأمنية شخصية أكيد أني أتمنى الأهلي يفوز. جمهور الأهلي، جمهور الأهلي، وما أدراك ما جمهور الأهلي، المجانين الراقين، الروعة، الجمال كله، الزين كله، اللي ما خلوا ولا بقوا في الوصف ولا في الأشعار ولا في الكلام ولا في القصيد ولا في أي صغيرة وكبيرة. جمهور مرعب، جمهور نار، جمهور حريقة، جمهور رائع وأكثر من رائع يا شيخ، جمهور يفتح النفس والله العظيم. حتى لو نتيجة المباراة لا سمح الله كانت خسارة، جمهور كهذا يفرح، يمتعك، يشبعك روحيا، يشبعك نفسيا، يغذي مخك، يمتع عيونك. مثل هذا الجمهور يعني الصراحة فيه، مو بأنه ما فيه، لكن جمهور رائع وأكثر من رائع. هل راح نشوفكم في مباراة بكرة بهالطريقة؟ هل راح نشوفكم في هذا الموسم بهالطريقة؟ راح نصبر ونشوف على الأيام القادمة بإذن الله تعالى. والسومة كاشخ في الحلاق وقاعد يضبط القصة وقاعد يتزقرت عشان بكرة بإذن الله تعالى يبدع في الملعب. والسومة عاد أنت زقرتي داخل الملعب، زقرتي وخارج الملعب زقرتي، نبغيك تبدع بكرة بإذن الواحد الأحد، خاصة إن كثير من الآمال معقودة عليك. أنا وجهت لك رسالة سابقة، تكلمت بالتفصيل عنك ووجهت لك رسالة، ما بأعيد نفس الكلام، لكن ليس في المملكة العربية السعودية فقط، إنما ما لمسته أنا شخصيا، سوريا كلها معك، سوريا كلها، ما بقول كلها يعني 90%، 95% من السوريين أهلاوية لعيونك، فالعشم فيك كبير، ننتظر منك الإبداع، الإمتاع، المتعة، اللمسات الساحرة، الأهداف الجميلة بإذن الله تعالى. ونعيما مقدما الله يعطيك الصحة والعافية. أبا أوجه رسالة إلى المركز الإعلامي في النادي الأهلي،
بيض الله وجيهكم، الله يعطيكم ألف صحة وعافية، أنا من المعجبين فيكم، اللي تقدمونا رائع أكثر من رائع، معايشيننا معاكم كل صغيرة وكبيرة، من تمرينات، من تدريبات، من داخل الغرف، من كل اجتماعات، عزايم، اللعيبة، يعني الصراحة مجهود رائع وأكثر من رائع. سبق وتكلمت أنا ووجهت رسالة محبة ومن قلبي لنادي الشباب المركز الإعلامي حقهم اللي مقصر من هذه الجزئية، وعتبي من المحبة، لأني معجب برئيس نادي الشباب ومعجب بنادي الشباب، فأتمنى أتمنى أتمنى تكونون مثل الأهلي وأحسن حتى من الأهلي كمركز إعلامي، لكن الصراحة يا المركز الإعلامي في الأهلي برافو عليكم، والله يعطيكم 10 من 10، والله يسعدكم ويوفقكم يا رب العالمين. بوجه رسالة إلى لعيبة الأهلي، إخواني حبايبي تاج راسي كلكم لعيبة الأهلي، لا تعتقدون أن خسارتكم أنتوا بالذات تمر مرور الكرام على جماهيركم، خاصة فقدان البطولة أو فقدان لقب الدوري. إحنا الحين في الجولة الأولى، العشم فيكم كبير، الرئيس ماجد النفيعي The Boss رئيس نادي الأهلي سوى كل اللي عليه، صفقات عالمية رائعة، مبالغ فلكية اندفعت، شغلات أكثر من رائعة سواها. الآن دوركم أنتو، أبا أذكركم بشغلة بسيطة بس وأنتو قد المسؤولية بإذن الله تعالى. تعرفون كيف شعور الأهلاوية عند خسارة البطولة؟ شوفوا متى المازلة دي؟ إلين متى؟ إلين متى؟ كل سنة كذا وكل سنة الفترة الأولى يا أخي موسم حياة يا شباب النادي، وقت جوز ما كان يتكلم، والله ما كان يتكلم، والله ما كان يتكلم، حسبي الله ونعم الوكيل. دموعك غالية يا حبيبي، دموعك غالية والله العظيم، والله يعوض عليك إن شاء الله في دوري هذا السنة، وبالتوفيق لكل الفرق. لكن ها لا نوصيكم يا لعيبة الأهلي، ترى جماهيركم مجانين في الفرح ومجانين في الحزن، وهذه النوعية من الجمهور مشكلة، هذا إذا فاز يكسر الدنيا وما فيها ويملى الحياة فرح وبهجة، لكن إذا خسر العكس تماما، مش بسهولة يتناسى الخسارة، مش بسهولة يعديها على خير، مش بسهولة ينسى. لذلك هلا هلا في جماهيركم اللي تحبكم اللي تقدركم اللي تحضر الملعب علشانكم، للأمانة الإدارة سوت اللي عليها، الجماهير سووا اللي عليهم، باقي التوفيق من الله نقول، وأيضا لعبكم في الملعب راح يفرق كثير، فلما تدخلون كل جولة وكأنها الجولة النهائية كأنها بطولة، وبالتوفيق لكم يا رب العالمين. قبل ما أبدأ الحلقة أذكركم إخواني وحبايبي وتاج راسي اللي يحب أن الحلقات توصل على الواتساب مباشرة يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وما يصير خاطركم إلا طيب. أيضا سوينا جروب تليجرام للي يحب يرسل فيديوهات مقترحات الحلقات، يباني أتكلم في أي موضوع، أيضا بنرسل الحلقات أول بأول على جروب التليجرام للي ما يبغون أرقامهم الخاصة تطلع في الواتساب. بالنسبة للمسابقات راح أتكلم عنها بعد نهاية الجولة الأولى بإذن الله تعالى مباشرة، وهذه دعوة مني لكل اللي تابعني، مؤسسات، شركات، أفراد، ادعمونا، قدموا جوائز لجماهيرنا وهم يستاهلون كل خير، لتوقع نتيجة المباراة اللي يبغى يدعمنا واللي يبغى يحط جائزة يتواصل معنا وبنرتبها بإذن الواحد الأحد. بحط لكم تسجيل صوتي، قلت في هالحلقة تسجيلين، حطيت واحد أبى أحط لكم الثاني الآن، خل نسمع التسجيل الثاني. السلام عليكم ورحمة الله كابتن طارق، حاب أشكرك وأشكر قناتك الأكثر من رائعة، خصوصا بما يتعلق بتغطيتك لأخبار النادي الأهلي السعودي. شرف. وتوقع إن شاء الله بإذن الله الموسم القادم سيكون موسم ذهبي للملوك، وهذا يعود الفضل له بعد الله للأستاذ الذهبي ماجد النفيعي. ونعم. اللي أبرم صفقات عالمية وخمسة أجانب يصنعون الفارق مقارنة بأجانب الموسم الماضي، بالإضافة إلى تسديد الديون واستخراج شهادة الكفاءة المالية، وإن شاء الله القادم أفضل، وتحياتي للجميع أركان الشريف. ونعم يا أركان، ونعم يا أخي، ما أعرف ليش حاس إن وجهي على الأهلاوية خير هالسنة، ما أعرف ليش عندي هذا الإحساس، وها اتكرموني انتو يا الجماهير، انا ما ابغى ادارة تكرمني ولا حد من اللاعبين يكرمني، اباكم انتو يا متابعيني والجمهور تكرموني، وتكريمي انا بسيط على قد حالي، تكريمي بكلمة شكر، تكريمي بفيديو جميل بس، لما اطمح لاكثر من ذلك، وباذن الله باذن الله بذكركم في نهاية الموسم، بقول لكم قلت لكم قبل اول مباراة للاهلي ان شاء الله وجهي خير عليكم باذن الواحد الاحد. فجأة صاروا ضدنا همهم بس ينوح المنا، لكن الأهلي بطل واسمه عظيم، سمعوهم هذا الدوري حقنا وبلغوهم والله الدوري حقنا.
يخوض فريقا الأهلي والفيصلي مواجهة من العيار الثقيل يوم الجمعة الساعة 8:55 ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الرياضي 21-22 على ملعب الجوهرة في جدة. وسبق أن تقابل الأهلي والفيصلي خلال 22 لقاء بمسابقة الدوري، حقق الأهلي 16 فوز فيما حسم الفيصلي نتائج 3 مباريات وانتهت 3 بالتعادل. وتبادل الفريقان الفوز خلال منافسات الموسم الماضي من دوري المحترفين، حيث فاز الأهلي ذهابا بنتيجة 2-1 وحقق الفيصلي الفوز إيابا بالنتيجة ذاتها. يذكر أن النادي الأهلي احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بالموسم الماضي برصيد 39 نقطة، فيما جاء الفيصلي في المركز التاسع. يعني واحد خذ الثامن واحد خذ التاسع في الدوري اللي فات، في الدور الأول فازوا الأهلي، في الدور الثاني فاز الفيصلي، فكل شيء متوقع في هذه المباراة، وبالتوفيق للجميع يا رب العالمين. لكن الأهلي هذا النادي، هذا التاريخ، هذا الجمهور، المركز الثامن يا أخي ما تنبلع هذه، والله العظيم، لو والله العظيم يا أخي ما أخذ الأول راضين بالثاني يا أخي، ما أخذ الثاني الثالث، أنا أسوأ تقدير الثامن. بإذن الله بإذن الله بإذن الله الانطلاقة الحقيقية، الانطلاقة الدائمة للأهلي إن شاء الله من هذا الموسم. بالنسبة للتحكيم يطولين العمر والسلامة، بيقود المباراة الحكم الدولي السعودي خالد الطريس. التعليق والنقل راح تنقل المباراة SSC بتعليق المعلق سمير المعرفي. بخصوص الكفاءة المالية، الفيصلي قدر أنه يحصل عليها، برافو عليه والله، يتمم لهم على خير. بالنسبة للأهلي يا أخي، ناس يقولون حصلوا على شهادة الكفاءة وناس يقولون ما حصلوا، اللي عارف أنه قدموا للحصول عليها وفي انتظار اللجنة، بنشوف على الأيام القادمة بإذن الواحد الأحد. أجانب الفريقين، وما أدراك ما أجانب الفريقين. الأهلي البرازيلي دانكلير بيريرا، المقدوني اليوسكي، الكرواتي فيليب برادريتش، البرازيلي باولينهو، الصربي فيسغا، السوري عمر السومة، السنغالي الحسن نداو. ما في أكثر من كذا، ما في أكثر من اللي سواه الأستاذ ماجد النفيعي بهالأسماء في الدوري السعودي. ما في يعني نطلع مارادونا من قبره ونحط رأس حربة، ما في. تشكيلة رائعة، أسماء مرعبة مخيفة، ننتظر منهم الكثير الكثير بإذن الله تعالى. وعلى فكرة مش فقط ننتظر الفوز، لا، ننتظر المتعة. احنا ناس مزاجية، ها، نبى نمزج، نبى نشوف المباراة واحنا مبتسمين طول الوقت. مش شغلة انك طلعت تروح تفوز 1-0 ولا تتعادل 1-1، لا يا حبيبي، نبغي أداء، نبغي متعة، نبغي الأهلي اللي نعرفه قبل 2016-2015، نبى هذاك الأهلي بإذن الله تعالى. بالنسبة للفيصلي، أجانبهم البرازيلي إيغور روسي مدافع، البرازيلي رافائيل سيلفا مدافع، البرازيلي إسماعيل سيلفا محور، الهولندي هشام فايق محور، الفرنسي رومان محور، البرازيلي غليرمي جناح أيسر، الفرنسي فارس مهاجم. وبالتوفيق الفيصلي يا رب العالمين، والله يوفقهم، إن فازوا بنبارك لهم، إن تعادلوا بنبارك لهم، إن خسروا بنقول لهم هارد لك. بالنسبة لتشكيلتي أنا المتوقعة عاد في الأهلي، أنا بتفنن واضحة يعني، ما يبغي لها كلام، واضحة، لكن هذه تشكيلتي أنا اللي أتوقعها. نبدأ من الحارس محمد العويس اللي له الحب والتقدير والاحترام، عبد الله حسون، دانكلير بيريرا، معتز هوساوي، اليوسكي، هذين راح يكونون وراء، وظهير يمين وظهير يسار، برادريتش وفيسغا وباولينهو في نص الملعب، راس حربة صريح عمر السومة، وما أدراك ما عمر السومة، من اليمين هالصوب الحسن نداو، ومن هاك الصوب عبد الرحمن غريب. بالنسبة للفيصلي، مصطفى ملائكة في حراسة المرمى، صالح القميزي، رفائيل سيلفا، روسي، محمد العمري في الدفاع، وسط الملعب إسماعيل سيلفا، هشام فايق، رومان، راس حربة تيفاريس، على اليمين كعبي، وعلى اليسار غليرمي. بالتوفيق يا رب العالمين، ويا رب تكون مباراة حلوة ونستمتع فيها، وتكون حدث لا ينسى بإذن الواحد الأحد. أذكركم حبايبي وإخواني وتاج راسي، اللي يبى الحلقات توصل على الواتساب مباشرة يكتب كلمة اشتراك ويرسلها على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وما يصير خاطركم إلا طيب. جروب التليجرام اللي يبى الحلقات توصل له بيلقاها في التليجرام، اللي بيرسل لنا مقترحات، اللي بيقول لي يا طارق تكلم في الموضوع الفلاني، اللي بيرسل فيديوهات، مرة هذا كله في التليجرام، والرابط موجود في صندوق الوصف في أسفل الفيديو. بالنسبة للمسابقات راح أتكلم عنها بعد نهاية الجولة بإذن الله تعالى، وهذه دعوة أنتوا يلي تتابعوني يا تاج راس، يا حبايبي، مؤسسات، شركات، أفراد، ادعمونا، ادعموا جماهيرنا، حطوا لنا وقدموا لنا جوائز، وبإذن الله تعالى دائما نكون عند حسن الظن، ومشاهدين يستاهلون الدنيا وما فيها. الله يسعدكم يا رب العالمين، الله يطرح فيكم البركة، والأهلي
غير بإذن الواحد الأحد هذه السنة، والحب والتقدير والاحترام للجميع لكل الفرق من غير استثناء. لا تنسوني من صالح دعائكم، الله يوفقكم ويسترها عليكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون يا رب العالمين. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير. مباراة الأهلي والفيصلي بإذن الله تعالى إنها تكون الانطلاقة الحقيقية للنادي الأهلي بداية مع هذه المباراة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن النادي الأهلي يقدم المأمول باسم وهيبة النادي الأهلي. حقيقة التوقعات أنا عن نفسي لا أستطيع أن أتوقع المباراة، ولكن أقول بإذن الله تعالى إنه الأهلي قادر على حسم هذه المباراة. وبإذن الله يعني شفنا إحنا العمل الذي قامت به الإدارة كان عمل جبار، عمل كبير، استعداد مبكر، استقطاب أسماء، كلها ستساهم إن شاء الله في حصد النتائج في الدور الأول وحصول النادي الأهلي على أكبر عدد من النقاط بداية من مباراة الفيصلي، وإن شاء الله أنها تكون انطلاقة حقيقية وانطلاقة موفقة للنادي الأهلي، وفالنا جميعا التوفيق. يا هلا يا مرحبا، نورتني والله. منورك. ها الجمعة؟ الجمعة إن شاء الله بإذن الله منصورين بإذن الله، والملوك كلهم حاضرين في الملعب بإذن الله. مرة إن شاء الله على تم استعداد، بس ناقص حضوركم. رسالتك للجمهور، حضوركم في الملعب، تفاعلكم 90 دقيقة مهما كان ندعم فريقنا في كل الأحوال بإذن الله. 90 دقيقة نهتف ونشجع ونحرك اللي في الملعب، وبإذن الله الفوز لنا بإذن الله. موفقين يا رب، الله يعطيك العافية، وموفقين وكلنا يد واحدة إن شاء الله بإذن الله. يد واحدة، الله يسلمك، الله يوفقك. أخذ الدوري مرتين من قدام الأهلي بفارق نقطة. حلو. الشباب أخذ الدوري بفارق نقطة، الهلال أخذ الدوري منهم بفارق نقطة، تمام. التعاون ضيع لهم الدوري، ولدهم إسماعيل المغربي، إسماعيل المغربي يوم جاب الهدف التعادل ضيع لهم الدوري. طيب أنت طول السنة تخسر تذاكر وبنزين وأوتوبيسات ورايح جاي وبس كذا بدون بطولة ولا شيء، ومجانين مجنون روح الطائف هناك.